قوي للمرة الثانية، لما رجلك، لما المرأة القوية، المرأة العربية لما طالت بحقوقها وحقوق كافة النساء اللي موجودين، مو بس كنساء عرب، كافة النساء اللي موجودين في سوريا. اليوم صرنا بمدينة الشدادة بهذا الاجتماع اللي حضرنا بمظافة الشيخ بمدينة الشدادة، حبينا نجي نتواصل مع نساء العشائر العربية لكافة العشائر الموجودة بمدينة الشدادة، حبينا نجي نلتقي لأجل تطوير وتقوية علاقات النساء العشائر، حبينا نجي نزورهم ونناقش المواضيع العشائرية ضمن هذا الاجتماع بخصوص المرأة، المرأة التي تعاني من مشاكل الاجتماعية تحت عادات وتقاليد الاجتماعية العشائرية، حبينا نجي نتطرق هذه المواضيع بمشاركة كافة النساء الموجودات بالاجتماع، حبينا نتطرق بموضوع العام الحالي اللي نحن هلا عم نعيش فيه ونعاني منها تحت الذهنية القديمة التي عشناها كردا وعربا ومسيحيا، جميع الأطياف الموجودة على هذا الأرض ضمن الشعب السوري، يعني كثير تعانينا من العادات والتقاليد التي نحن نحترم العادات والتقاليد العشائرية، أما نحن تحت هالعادات والتقاليد يعني ضاعت حقوق المرأة بشكل عام، يعني هل المرأة التي تنعنف تنقتل تنتحر تحت اسم العدل تحت اسم الشرف والعدل؟ نحن حبينا نجي نزور النساء ضمن العشائر لأجل تقوية العلاقات وتطوير العلاقات ضمن هذا المجتمع اللي هلا عايشين فيه مع بعض كافة النساء، اتحاد النساء العربية والكردية والسرياني مع بعض. من تأثيرات الرأسمالية، من تأثيرات الدول اللي ما خلت المرأة تكون متقدمة، المرأة ما عطوها حقها، كونه نحن في المجتمع اللي نحن فيه في الدول السورية المرأة ما لها وجود.